أهلا ومرحبا بكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم، اشتقت لكم كتير من الفيديو الماضي. اليوم ان شاء الله احبابي رح نتعلم سوا على طريقة جديدة لحتى نعمل السباجيتي بطريقة غريبة وبطريقة كتير حلوة. رح نباشر طبعا بهذه الطريقة المميزة واللي رح تعجب أولادنا واللي رح تعجب ضيوفنا كمان. أول شي رح نجيب الفلايفلي، ورح نقطعها بهيدي الطريقة. بهيدي الطريقة صينية، ورح ننزل فيها الفلايفلي بهيدي الطريقة. حنجيب البندورة أو الطماطم، شوفوا كيف أنا بعمل حبة البندورة بطريقة ما بخرطها شقفي شقفي، بخرطها بطريقة كلها تتشقف بنفس الوقت. طبعا هون نحن عم نعمل اقتراحات، اذا عجبتكم الفكرة عملوها، اذا ما حبيتوها ما تعملوها، ولكن نحن دايما بنحب نقدم شي جديد وشي غريب واكيد شي متنوع ومفيد. يعني دايما بنعمل روتين بالاكل، حلو انه نجدد الشي ونجدد الاكل ونعمل فيه هيك حركة زيادة، تكون حركة غير شكل واكيد طيبة وغير شكل. هلأ حنجيب صينية وكمان ننزل البندورة بهيدي الطريقة. حننزل البصل، بصلي واحدة بس مش أكتر. كمان بهيدا الشكل. هلا حنجيب جزر، بهيدا الشكل. هلا رح نجيب السباجيتي، هيا هون رح نجهزهم. هلا نحن بحاجة للحمة، رح نحط فوق اللحمة فلفل أسود وشوية بهارات. هيدا فلفل أسود، وهي رشة صغيرة من السبع بهارات. السبع بهارات هو كناية عن الزنجبيل المطحون، القرفة، الكزبرة الناشفة، عبارة أيضا عن الهيل المطحون. يعني بس بدكم تجيبوا سبع بهارات
قولوا للتاجر تاجر الموني انه بدنا 7 بهارات، فبحط لكم 7 بهارات متنوعة بكيس واحد، فهيدا الموضوع بيسهل عليكم انكم ما دايما بس بدكم تعملوا اي اكل تنزلوا كذا كيس بهار او كذا مثلا علبة بهار من عندكم. بهذه الطريقة انتم بتكونوا عاملين 7 بهارات متنوعة بكيس واحد. رح نخلط اللحم كتير منيح، رح نحط عليها شوية من الملح، بس رشة بسيطة، بهيدا الشكل. هون البهارات كلهم انخلطوا بقلب بعض. هلأ شو رح أعمل؟ أنا دي غسلتهم كتير منيح، فيكن طبعا تلبسوا الكفوف إذا ما بتحبوا تشتغلوا بدايكن. هلأ رح نجيب المعكرونة أو سباجيتي بهيدا الشكل، طبعا هيدي طريقة جديدة. نجيب اللحمة ونلفها على المعكرونة بهيدا الشكل، هنقص شوي. بهيدا الشكل رح اعمل بعد وحدة قدامكم. يعني موضوع حلو كتير ومميز كتير، وحلو طبعا انه نعمل شي جديد ونكسر الروتين اللي دايما بنعمله عنا ببيوتنا. كما شايفين، وانا هون مثل ما شايفين جهزت عندي صينيتي بطريقة جديدة وبطريقة غريبة. بس طبعا انا ما رح اعملها بهيدا الشكل. هلا رح ارجع شيل اللحمة ورح نقلي كل الخضرة اللي نحن حطيناهن ونرجع نباشر طبعا بكيفية طبخة. خلطناهن كلهم ببعض. هلا رح ننزل الزيت مثل ما شايفين ورح نحطهن على النار. طريقة كتير جديدة، طريقة كتير مميزة، أنا طبعا عملتها كذا مرة لأولادي وحبوها كتير. رح نحط كل الخضرة مع بعض. نحنا بعد ما حطينا الثوم رح ننزل الثوم بس يستوي اللي عنا الخضرة. تقدروا كمان تحطوا الذرة إذا بتحبوا، كمان تقدروا تحطوا الفطر. حننزل شوي صغير من الملح، رش صغيرة، لأنه نحن حطينا باللحم ملح. بس نحط الصوص رح نرجع كمان نحط ملح، بس حطينا شوية ملح هلأ لحتى تتدبل عندي كل الخضرة. وهون بعد ما تدبلت عندي الخضرة رح نزل معكرونة واللحم بهيدا الشكل. طريقة رائعة وجديدة. والطعم رائع صدقوني. هلأ حننزل الثوم هيك على الجوانب. أنا نزلته بهيدي الطريقة لأنه أنا بدي الثوم يكون كتير قوي بطبختنا.
شفتوا هون بلشت اللحمة تتقلع عندي مع الخضرة. شو الريحة يعني رائعة. من بعد بدون شوي بعد ما تقلت اللحمة مثل ما شايفين رح ننزل السباجيتي الباقيين بهيدا الشكل. ورح ننزل مية البندورة بسم الله طبعا. هلأ ضفت رجعت 7 بهارات مثل ما شايفين. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك إذا أول مرة بتدخلوا على القناة والمحتوى عجبكم، واعملوا أكيد شير ونشر ليستفيد كل الأصحاب إذا عجبكم الفيديو. هيدا صحن سباجيتي خلص عندي. ليكو ما شاء الله ابدا ابدا مش معجنين على بعض، ليكو كل وحده بوحدتها. شوفوا هلا خلينا ندوق. شفتوا صحن مميز وكتير حلو يتقدم على السفره اذا كان عنا عزيمه او ضيافه، فصحن بعتقد واحد ببيض وجهه فيه. طعمتها كتير طيبة فبنصحكم تجربوها. ما تنسوا تعملوا شير ولايك للفيديو إذا عجبكم. أنا بحبكم كتير. باي باي.